انا عندي تريبورتور كنخدم في المارشي، حنا دابا حنايا وين خدامين على ليسانس ما كايناش الخدمه. الفلاح الاكثريه نص ديال الفلاحه ما كاينش خدام، نص ديال البيع والشراء ما كاينش خدام، السلعه غاليه. الا دينا عند بعض الصنادق في الصنادق كنديروا ليسانس ب 340 لتر، هو لا دار بعض الصنادق 5000 كيدي كونتيتي كيخلصك ب 1060 درهم، وملي كيدي 4 5 كيقول لك كنعطيك 20 درهم، يعني كنولي خدامين على 100 ريال. اصلا حنا كنا هذاك الوقت كنخرجوا من السوق كيبقاو هذوك صحاب الربيع، على بغيتي تكمل ما كتبقى الخدمه شويه من الاولى. هي اصلا مزيانه لا داروا التوقيت، اصلا حنا راه الوحده والجوج وكنخرجوا عاد كتكون الخدمه. الا بقيتي ورا الجوج ولا الوحده كتكون مدلول، يعني كيديك بشي واحد بارخص ثمن ب 500 ريال يقول لك دور تندر تكون تغاد شي ب 1000 ريال يديك ب 500، هو حيت كيبقى هو ثلاثه ولا اربعه الماطر وكليان واحد ولا 10 الماطر، يعني الوقت راه مزيان لينا حنايا. كنبداو مع السبع مع السبع مع الفجر كنساليو مع الوحده الجوج كاش كي وكذلك الساعه كيخوى السوق كيبقاو ديك الساعه الناس اللي كي شادين السلعه اللي كتخمش لهم كيبقاو حارسين عليهم هذوك الناس اللي مقالعيه، هذوك ما عندنا معاهم رباح. يقول لك راه كيمشي ب 1000 ريال، ملي كيمشي بهذيك الوقيته كيولي 4 الماطر كيولي غادي ب 500 400. يعني اختي الغلا راه ولا بزاف، وحنا لا دينا معانا 400 ما ناكلو وما نصيرو. الحمد لله ونشكرو. غلب اسعار ما كايناش الخدمه، كلشي غالي. هذاك اللي كيتسوقوا النص فيه من 4% اللي كيتسوقوا، يعني ما عمرها تخدم النص ديالهم حبس الخدمه. حبس الخدمه، حنا رايحين على 100 كليير كنخدموا عليهم كاملين، يعني كل كيدي 400 600 400 ما يسير هذاك النهار ولا فتي. وكاين اللي ما كيجيش، الا ما قنعتنيش انا اليوم غادي كاين اللي ما كيجيش، وكاين اللي حابس، كاين اللي واصل الطلاق، وكاين اللي راه شا نقول لك راه اللهم يا ربي تبدل المنزله. توقيت راه خرجوا علينا، راه الناس كتسنى الفلوس وكتسنى الموتور. جوج خطرات خاسر ليا، والعذاب الاليم مع هذا اللي جا، هذا اخ النوش، هذا تريبورتور كنخدم به في المارشي، دابا ليسانس غلا 300 ريال، البياس حتى هو غلا من الحجر الصحي ولا ثمن، كنشريو البياس زيت ولا الديره 80 درهم، زيت ثاني البياس ولا 500 ريال دايره 1000 ريال بزاف. التوقيت التوقيت صافي، نمشيو نقلبوا على بلاصه اخرى ثاني فين نمشيو، ما عندناش فين نخدموا. كنجي مع الربعة الصباح كنبقى بارك، وشويه غنضرب همزه كتزوك الزوه كنخرجوا بحالاتنا، يجريوا علينا ما يخلوناش ندخلوا. السلام عليكم، انا عندي تريبوطو خدام في المارشي، وكنشوف هاد التوقيت اللي عطاونا ديال 3 3 راه ما خدام شويه، فهمتي علاش؟ حيت كيضايقوا الوقت، ومن ناحيه النظام في المارشي ما كاينش اخويا النظام، الفوضى كاينه، النظام والو، شي كيوقف في الطريق شي هادي وشي هادي، والله يديك شي تاويل الخير. والو والو، ميت الوقت اختي، والسلعه غاليه وكل شيء غالي. والله يصوب، الله يديك تاويل الخير.